في هذه الحلقة أيها الأعزاء نعود معكم إلى عالم الفن الأردني لنلتقي وإياكم من خلال هذه الحلقة فنانا أردنيا قديرا وصاحب بصمات واضحة جدا على الدراما الأردنية. نرحب وإياكم أيها الأعزاء بضيف الحلقة الأستاذ الفنان الأردني محمود أبو غريب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وفي جميع الأخوة المشاهدين عبر الوطن العربي وفي داخل المملكة. أهلا وسهلا فيك أستاذ العزيز. أعطيناك فكرة سريعة عن برنامجنا، نتمنى إن شاء الله أن تكون أسئلتنا خفيفة وأنه تقضي برفقتنا وقت طيب وحلو. لا والله أسئلة خفيفة أسئلة تقيلة، إحنا مستعدين. نبدأ إذن أستاذنا العزيز في مغلفنا الأول وهو مغلف إجباري لكل ضيف. نقول الاسم من مقطع ثلاثي. محمود رزق أبو غريب. أهلا وسهلا فيك. تاريخ الميلاد إذا ما كان سر. لا ما في أسرار، هذه الزرة ما عادتش السر. يعني لبسها القنابل الزرية أصبحت الآن تصنع في البيوت. أنا من مواليد 23/5/1923. العمر كله إن شاء الله. شكرا. الحالة الاجتماعية؟ لا هلا إيش بيسموه، أعزب أرمل، أنا أرمل أرمل. والأولاد؟ الأولاد أربع أولاد. أربع بنات الله يخليهم ويرضى عليهم، و50 حفيد و17 أبناء أحفاد. ما شاء الله ما شاء الله. لسه الحبل على الجرار إن شاء الله. الله يخليك لهم ويخليهم إلك. أول عمر. أستاذ محمود، هل تذكر تاريخ البدايات في العمل الفني؟ والله أذكرها، بس هذه تعود إلى حوالي، بدي أرجع لورا، خلينا نحسب إني كان عمري 13 سنة، 60 سنة، بدي أرجع لورا 60 سنة. من كان لما كان عمرك 13 سنة بدأت تشتغل في هذا المجال؟ بدأت يعني العمل، بدأت التمثيل، خلينا نقول في المدرسة طبعا. كان عادة في المدرسة، عندنا في مدرسة الأيتام الإسلامية في القدس. نعم. كانوا بيعملوا مسرحية في نهاية كل سنة. وكانت غرفة نوم، لأنها كانت مدرسة داخلية تطل على المسرح. فكانوا بيعملوا مسرحية أذكرها اسمها ثورة بيدبة. بيدبة والملك دبشليم، هذه من كتاب كليلة ودمنة. نعم. فحفظت المسرحية بكل أدوارها بكل حذافيرها. لكن كنت أشوف في بعض الطلبة اللي كانوا الطلبة الكبار طبعا تبعون الصناعة، إحنا لسه ما كناش وصلنا إلى الصناعة، بتحرك بطريقة، أقول في نفسي لو كنت أنا مكانه بتحركت في طريقة تانية. فكان يقوم بدور الملك دبشليم. تمنيت أن أقوم بهذا الدور. والصدفة واحدة هي اللي مكنتني منه، إنه يوم العرض الشاب، وأذكر كان اسمه صفوة جودت من نابلس أعتقد، أصيب بنزلة صدرية واحتقان في الصوت، ولاحظت حركة غريبة إنه بحاولوا تأجيل المسرحية. فرحت للأستاذ، كان اسمه الأستاذ صلاح الدين وكان مصري يقوم بأعمال المخرج وهذا يعني الأشياء الفنية والرياضية، كنت أنا مبرز في الرياضة وبالذات في القفز العالي. قلت له أستاذ صلاح أنا ممكن أقوم بالدور هذا، قال لي محمود أنا مش فضيلك. فكرك بتمزح معه. عودت أصريت، قلت له أستاذ صلاح بس أنت لو تجربني أنا مستعد أقوم في دور الملك في دور دبشليم. اطلع فيه، اطلع في طولي، انا اطول من الطالب اللي كان ماخذ الدور. فاخذني على المسرح وجمع الطلاب ان نعمل الفصل الاول، طلعت عملت الفصل الاول وكنت اتحرك بالطريقه اللي انا كنت احس اني بدي اتحرك فيها. فانتهى الفصل الاول باجمل ما يمكن، والطلبه انتعشوا لانه يا حرام 6 أشهر بيعملوا بروفات، وكانوا بيبكوا انها بدها تتأجل. يا حرام. الفصل الثاني هي كانت 3 فصول، فعملت الفصل الثاني والثالث، فمسكني من ايدي وجرني عن الدرج وراح للمدير
رحمة الله عليه، كان اسمه جميل وهبي يعني، حكي من 60 سنة يعني. قال له ما تعملوش أجيل، محمود رزق راح يقوم في دور الملك تفشلين. قال له هذا لسه طالب في الابتدائي، أنا يمكن كنت أيامها في 7 ابتدائي أو في 6 ابتدائي. طبعا 13 سنة يعني صغيرة، بس كنت حابب. وفعلا يا سلام لما لبسوني لبس الملك فرصة لا تعود، هذا كان أنصح مني. فالمخيطة في المدرسة خيط وخيط، لما وقفت أمام المراي حسيت بإني يعني إيش اللي بقوله، دخلت التاريخ. وفعلا أديت الدور كأجمل ما يمكن. وأصبحت من هذيك اللحظة من الممثلين المعتمدين كل سنة في المسرحيات اللي بتقوم فيها المدرسة. جميل جدا. أستاذي محمود، نتحدث عن الهوايات والمواهب الأخرى بعيدا عن التمثيل. والحقيقة يعني ما نقولش إنها مواهب بمعنى موهبة، يمكن هوايات. نعم. هواياتي تربية الدجاج والأرانب والحمام. أنا ما بقول إني كلاسيكي، بحب الموسيقى وبحب الشعر وبحب ركوب الخيل، أنا لا، أنا هوايتي إني أربي دجاج وأرانب وحمام، هدول فيهم يعني فائدة اقتصادية للبيت، أنا ما ببيع منهم، لكن هم فيهم فائدة اقتصادية للبيت، بنوفر على حالنا شراء اللحم الأبيض. والأرانب ممتازين وذكيين وطعمهم على المعدة حتى، والزغليل والبيض والهذا، يعني هذه الأشياء اللي أنا بحبها. في هواية تانية هي الصيد. جميل. صيد السمك، صيد البحر. لأن أبوي أصله بحري. وهذه في عروقنا تسري. وصيد البر عندما تتيسر يعني. جميل جدا. أستاذ محمود، نتحدث من خلال هذا السؤال عن الأماكن والانطباعات. ما هي المدينة أو القرية أو المكان الذي ترك في قلب محمود أبو غريب أثرا ولماذا؟ هي مش مدينة واحدة، هي مدن. نعم. أنا لفيت يمكن كل العالم العربي وجزء كبير من أوروبا وأمريكا. في المغرب في الدار البيضاء لا تشدني الأماكن الجديدة، يعني الأبنية الجديدة اللي 50 طابق ومئة طابق، أبحث دائما عن القديم. عن القديم. فزرت داخل المدينة من غير ما أعرف وين أنا رايح. أمشي زقاق، ألف، أطلع كذا كذا، إلى أن جئت إلى ساحة كبيرة وفيها نماذج من البشر لا تحصى ولا تعد، لكن مجموعات 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 يحملون الدفوف وينقرون عليها. ويمكن 90% منهم عمي. عمي غريب. استغربت أنا يعني هدول في داخل هالمدينة جوا، كأنه نحن في مجاهل. نعم. استنخيت إنسان هيك يعني، قلت له لو سمحت جاوبني، هدول إيش؟ شايف مجموعات بنقر الدفوف ويغنوا، أنا لم أفهم كلمة مما يقولون. لأنه كان لهجة مغربية مقعرة. قال هؤلاء المتسولون بيشحتوا. متسولين. بيجتمعوا هناك، وفئة فئة كل ناس ينتمون إلى جهة. ينقروا الدفوف والناس تعطيهم كذا وكذا وكذا وكذا. هذه يعني حزت في نفسي إنه عاملين فرق غنائية شعبية. بدل ما يمد ايده ويقول لك احسان، وفي اطار محطوط هون اللي بيمر يضع ما تيسر في هذا. هذه اثرت في جدا. نعم. وصرت انتهز كل يعني فراغ يومين ثلاثة اروح هناك علشان اسمع بس ايش اللي بقولوه. ما استوعبتش ابدا. ما استوعبتش ابدا. هذه كانت
إحدى الحوادث. نعم، من الأعمال القيمة جدا اللي المشاهد الأردني والعربي صعب ينساها للأستاذ محمود أبو غريب هو عمل سيدي رباح. نتحدث عن هذا العمل، عن المكان الذي تم تصويره فيه، وإيش كانت طبيعة الشخصية والدور اللي الناس عشقتها جدا ومش قادرة تنساه. سيدي رباح أنتجته استديوهات الأراضي المقدسة طبعا بإدارة الأستاذ إحسان عماشي. نعم. عندما عرضوا علي الدور قرأته عادت بي الذاكرة إلى الطفولة. شخصية سيدي رباح، الإنسان اللي عمره 90 سنة، ممكن نسميه إنسان الأرض. نعم. الذي يعتبر نفسه أو يعتبره الناس جزء من الأرض، تشكلت بقدرة الله سبحانه وتعالى وجعل منها شيء اسمه سيدي رباح. سيدي هي كلمة جدي. نعم. تطلق على الناس الكبار. أنا الآن كل من حولي بيناديني سيدي. نعم. حتى أبناء الجيران، حتى الناس في الشارع بيقولوا سيدي سيدي رباح. نعم. فأذكر وأنا صغير في غرفة النوم في المدرسة كنت أصحو على حوافر بغل. نعم. أنظر من النافذة شفت الشخصية اللي أنا عملت منها سيدي رباح اللي كانت مأثرة فيي، كنت شايفها وأنا طفل وظلت راسخة في عقلك في وذهنك وذاكرتك. يطلع شخص اختيار لابس بستار من غير رباط، لابس بالطو تبع الحرب العالمية الأولى، ومن هون مقطع ما فيش له زرار، ولابس الشفية على راسه وبهدوء العجيب يحمل البغل تنك الزيت أو السيرج البلدي. نعم. من هون ثم ينتقل إلى الناحية الثانية ثم يمشي. كان ظهره محدودب مقوس، يعني عمره كما كان عمري في سيدي رباح. هذه الشخصية أثرت علي. فلما عرض علي سيدي رباح عادت بي الذاكرة 60-55 سنة إلى الخلف. نعم. وتذكرت هذا الإنسان بالضبط. أخذت شخصيته، حتى نفس اللبس اخترته، حتى كانوا عاملين لي لباس رأس مش هو. فكان معنا محمد البندورة هذا أخصائي تركيبات. نعم. قلت له بدي كذا 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 كذا، وهذه بتنحط فيها 4 طواقي. لاحظوا الناس انه لما كنت عين الطاقية الأولى كان تحتها شعر. عارف الشعر هذا الإيش بيرمز؟ كثير من الناس ما بيعرفوش. يا ستي هذا يرمز إلى عرس هذا الإنسان. عندما أيوه، يعني في ناس ما بيعرفوهاش، بس سأليني أنا الاختيار بعرفها. عندما يتزوج هذا الرجل ويصحو من النوم بصباحية العرس ويستحم، العروس تمشط شعرها وما ينزل من الشعر هذا يحفظ ويربط كذكرى لليلة. أنا أول مرة بسمع. يا بابا الله يسعدك، في أشياء بقول لك في حياتنا نحن نجهلها. نعم. هذا الشيء أنا شفته مصيبتي عند ستي فاطمة، كستي أمي الله يرحمها. الله يرحمها. عاشت 104 سنين. ما شاء الله. كنت دايماً أشوف في صرة معها. يا ستي إيش فيها الصرة؟ تقول لي يا ستي سيبك من هذا. لغاية ما ألحيت عليها وكانت بتحبني، لأنه كنت في مدرسة داخلية وكنت أجي زيارات عندهم في السنة مرة. فبتقول لي يا ستي ها فكت الصرة. صرة يعني قديمة، لو قلنا أنها جاءت مع سيدنا نوح بالسفينة يمكن. فلما فكتها وجدت فيها شعر، لكن الشعر أسمر. قلت لها شو هذا؟ ليش حاوية هذا؟ تقول لي يا ستي حكت لي القصة. إنه هذه صباحية عرسها لما تنشطت ما بيرموش الشعر، كانوا بيلفوا وبيحتفظوا فيه كذكرى لهذيك الليلة الليلة المباركة خلينا نسميها. فمن هنا كنت تشوفي أول طاقية كان الشعر، الناس مش عارفين إيش هو. أنا الآن بحكي لكم ايش هو الشعر، فاللي بيتجوز
هلا صعب صاروا يحتفظوا فيه. الايام هذه ما مشتوش بروح للكوافير، هو اللي باخذ الشعر وبرميه في الزباله. معلش هذه اشياء قديمه لكن والله جميله. طبعا بتشدنا يعني شوي كثير لورا كذكرى يعني. نعم. كذكرى نعم. إذن سيدي رباح كان محطة هامة في حياة محمود أبو غريب، كان عمل أنا بفتخر وبعتز فيه. وهذا يعني أنا عاتب على إعلامنا لأنه ما غطاش سيدي رباح كما يجب، اشترك في مهرجان القاهرة وكاد أن يفوز بالميدالية الذهبية لولا إنه الدولة المضيفة اللي هي مصر أخذت الميدالية الفضية، نحن أخذنا أخذت الميدالية الذهبية ونحن أخذنا الميدالية الفضية. للأسف الشديد إنه إعلامنا ما غطاش كما يجب. نحن نحصل على ميدالية برونزية من آخر الدنيا، نقيم الليل ونقعده. طب هذا مهرجان عالمي اللي صار في القاهرة ونحن أخذنا الجائزة الثانية، نعتبر المفروض نغطي اعلاميا. نعم. مش علشان بطولة محمود ابو غريب، هو بطولة كل من اشترك فيه. بالضبط بالضبط طبعا. ما ننساش ادوار الفنانين التانيين. بالضبط، الكل ابدع فعلا. الكل ابدع. من حقهم يكون لهم وجود يا ستي. نعم. ٤٢ جنيه بعت. يبعث الله. ٤٣ لسه بعيد بعيد. ٤٤ ليسر الله. يا رجل بيع وتوكل على الله. انت بس كوي كلبك. اخر كلام ٤٥ جنيه بعت. يسر الله. يلا ما خليتك تحكي بيع. نبعث الله. ٥٠ جنيه وفوكر الصلاة على النبي. شو كلت؟ اللهم صل على سيدنا محمد، والله يبارك لك فيه. بارك الله فيك. الشفيه 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 يا ناس الحقوني، سرقوا الشفيه. حالنا ومالنا حالنا ومالنا. تحدث من خلال هذا السؤال عن اخر الاعمال والنشاطات. ما هي اخر اعمالك ونشاطاتك الفنيه؟ آخر عمل صورته هو مسلسل بدوي اسمه القضاء في البادية. نعم. هذا مع الأستاذ موفق الرهايفة، صور قبل شهرين ثلاثة. كل حلقة قائمة بذاتها تتحدث عن قضية. نعم. قضية طبعا حدثت في البادية. الفنانين بيقوموا بتصوير الحدث ثم تنتقل الأمور إلى القضاء. القضاء في البادية. عملت 9 قاضي، 9 حلقات قاضي. وأرجو أن أكون وفقت، أرجو، لأنه أنا عندي خلفية كتير في الأعمال البدوية، العادات والتقاليد والأعراف واللهجات، وحتى القضاء. حتى القضاء حضرت. حضرت صار عندي خبرة. وحلقتين هم 15، أنا قمت ب11 منهم. حلقتين دور مش قاضي. دور. يعني كتير كتير حبيت الدورين هذول كتير. فيهم عطاء يعني. أنا اللي بيهمني في العمل الفني
مش إشي هامشي يعني. نعم. بدي شيء اللي أبرز فيه هالموهبة اللي الله أعطاني إياها وأوصله للناس بالطريقة اللي الناس بتحبها. آه طبعاً هذا شيء كتير مهم. أنا لا أمثل، وكذلك أنا بقول عن الفنانين الأردنيين يعني يمتازون بهذه الطريقة إنهم ما بيمثلوا، بيعيشوا في الدور. نعم نعم. التمثيل هو خطأ، كلام فارغ. لأنه واضح يعني المشاهد راح يميز. بكون واضح إنه الإنسان بس بيحكي وبتحرك وبيردد. نعم. نحن نعيش. نحن في الأردن نعيش أدوارنا، ولهالسبب الناس حبتنا. لأن ما جينا من فوق، الناس سكرها الفوقيات، نحن جينا من وسط الناس ببساطتنا بهدوءنا بحدوتتنا الحلوة. نعم. استطعنا أن نصل إلى هون. نعم. فالدورين الحقيقة عجبوني كتير. وهذا المسلسل لم يعرض بعد. نعم. وأرجو عندما يعرض نعم إنه الناس يتقبلوني كقاضي إن شاء الله. أنا ما أنت بتحكم في العدل فأكيد يعني. ستي أنا أذكر شغلة، صار في إحدى المسلسلات في قدوة. نعم. وكنت أنا فيها القاضي، وأفاجأ بمن يدعوني من شيوخنا الله يطول أعمارهم. رحت عندهم قال أنا والله يعني حبيت أشوفك، أقول لك إنك والله إنك عدلت. هو أنا مش أنا اللي عدلت، الكاتب هو اللي عدل، إنما أنا استطعت أن أصل إلى هذا الإنسان بإني أنا الذي عدل. أنا اللي أعطيته الحق. لأنه بدك تقنعي. العمل الفني قناعة، بلا شك. إذا لم يقتنع الإنسان سقط الفنان. طبعا بلا شك. أستاذ محمود، كل عمل فني تقوم فيه، هل هو مرحلة يعني بعد هذا العمل بتصير عندك مرحلة توقف مراجعة حسابات وثم يأتي عمل آخر، ولا أنه ما فيش مرحلة توقف يعني عمل ويتلو عمل ويتلو عمل؟ لا، هو كل عمل له بداية وله نهاية. نعم. أنا عندما أخذ عمل أبدأ في التقمص. نعم. في لبس الشخصية. حتى إني أحيانا وأنا بقرأ النص بنسى كل من هو حولي. في بيتي أنا ساكن، لكن ابني ساكن جنبي وأحفادي دائما حوالي وأولادي وكنايني دائما حوالي. فبتلاقيني بمثل وأنا بقرأ النص. فأولاد ابني بقول إيه سيدي سيدي بيمثل سيدي بيمثل. بكونش معتبالي إلهم ولا هم موجودين. خلاص بتصير تعيش في الدور. فببدأ أعيش في الدور. نعم. ثم بأدي أمام العدسة. بعديها ببدأ أتخلص. عملية التخلص هذه صعبة. حتى إنه لهجتي مرات بتكون في بيتي بدأت تتغير، بتتطبع في الدور اللي أنت. إيه إيه. نعم. يعني إذا بكون عند مسلسل بدوي مثلا فببدأ لساني في البيت قبل التصوير بأسبوع يتحرك بلهجة بدوية مع كنايني مع أولادي مع أحفادي. جميل. أخذوا علي. نعم. أخذوا علي. بعديها أبدأ أتخلص. عملية التخلص من هذه برضو مش سهلة. أكيد بلا شك طبعا مش سهلة، وبالذات لما أكون عندي عمل تاني مودرن مثلا. مباشرة بعد. أنا كان عندي مصيبة مرة، معلش خليني أسميها مصيبة. نعم. إنه كنت مشترك في ثلاث أعمال في آن واحد، بدوي قروي مودرن، ثلاثة في آن واحد. كنت أحمل شنطة كبيرة فيها الملابس القروية والملابس المدير والملابس البدوية، أروح هناك أصور أكون بدوي 100% بلبسي بلهجتي، أطلع هناك كيف بدي أغير أنا من بدوي رأسا إلى مدير رأسا. يعني مسألة تغيير اللبس سهلة بس تغيير الشخصية. كانت العملية هي سيطرة أو نسميها حرفة. أنا إنسان محترف. نعم. حرفة. ففي خلال الطريق وأنا رايح بالسيارة نص ساعة أبدأ أجهز حالك، أتقمص الشخصية الأخرى اللي أنا رايح لها، أخلص تصوير 4-5 مشاهد في المودرن، أنتقل إلى مكان آخر، وأتمنى كنت إنه أكون بعيد شوي حتى يعطيك وقت أكثر، حتى يعطيني وقت أكثر. نعم. لكن في حاجة في يعني تحدث معي عندما ألبس الملابس البدوية، آلياً تجد لساني تحول. اها والله جميل.
آلية تجديني تحولت. عندما ألبس الملابس القروية اللي هي الأنباز والشمل والكذا تجديني لساني تحول إلى اللهجة القروية. عندما ألبس الملابس المودرن زي اللي أنا لابسها الآن تجد لساني يتحول إلى المودرن. فكأنه في كمبيوتر ربنا سبحانه وتعالى وضعه في عقلي وفي ذهني وفي قلبي وفي أعصابي أن سريع سريع التلون سريع التحول كالحرباية. لا بلا تشبيه. الحرباية بتطلع على شجرة لونها أحمر بتصير حمرا، أخضر بتصير خضراء. معلش احنا يعني هي شغلتكم استاذ محمود شغله مش سهله فعلا، لانه مش سهل انه الواحد يتقمص كذا شخصيه، خاصه اذا كان عندك بنفس النهار تصوير مثلا عملين ثلاثه زي ما انت حكيت. أيوة. ثلاث ادوار وثلاث شخصيات. فالله أيوة. يعينكم ويعطيكم العافيه دائما. الله يرضى عليك. يعني احنا بدكم تتحملوا. بدنا نتحمل حتى نرضي الاخوه المشاهدين والمحبين تاعونا. الله يرضى عليهم، بحبونا فاحنا لازم نرضيكم. معلش أستاذ محمود، نتحدث من خلال هذا السؤال عن الأهداف والغايات. عن الأهداف والغايات. أين؟ نعم. هل عادة تصل للهدف المطلوب من خلال أي عمل تقوم فيه؟ ليس شرط أنه فقط التمثيل، ولكن الأعمال المختلفة التي تمارسها في حياتك الخاصة والعامة، هل عادة تسعى إلى تحقيق هدف ما من وراء أي عمل تقوم فيه؟ هو يعني غير العمل الفني. نعم. الهدف من العمل الفني هي إرضاء الناس، إرضاء المشاهدين، إرضاء النفس. نعم. طب أنا برضي نفسي كمان لما بقوم بعمل طيب أنا بكون راضي. نعم. إنما أشياء تانية عادية بتمر عادية جدا، هي إنه أعمل الخير بتلاقي خير. يعني ما بقصد من وراء عمل خير إلى شيء معين يلحقني من وراء كلمة أو يلحقني من وراء كلمة شكر أو ثناء أو شيء من هذا. لا نعم شيء. أستاذ محمود، أنتم كجيل فنانين قدامى وضعتوا قاعدة وأساس للجيل الجديد، هذا الجيل اللي عم بيحاول يتعب كتير على حاله على أساس أنه يقدر يقدم شيء للمشاهدين. كان هدفكم وغايتكم نبيلة وسامية جدا طوال هذه السنوات، ولكن هذا الجيل برأي الأستاذ محمود أبو غريب، هل استطاع فعلا أن يحقق ذاته ويصل إلى ما وصل إلى الجيل القديم أو جيل الوسط من الفنانين؟ يا ستي، نقول عن الجيل القديم. الجيل القديم إذا بدنا نسميه قديم، إحنا ما عندناش القدم اللي عند الفن في الدول العربية. يعني لسه احنا حديثين. الفن عندنا يعني نقول المسرح عندنا بدأ في سن متأخرة في الستينات، يعني 30 سنة. هذا ما يعتبرش قديم، ولكن الفنانين القدامى صبروا. صبروا وضحوا بوقت. أنا أقول لك عن نفسي. كنت في أشهر من الأشهر يعني ما لقيش أجار بيتي. وهكذا فنانين كثيرين أنا أعرفهم. وأخوة زملائي يعرفونه. صبرنا ونلنا. أخيرا صبرنا، ولكن نلنا الصبر مطلوب. الشباب من الفنانين الآن اللي عملهم بتخرجوا، والذين تخرجوا سواء من مصر أو من عندنا من هون، بقول لهم أنتم بحاجة إلى الصبر. في منهم مشوا وبدأوا يأخذون مراكزهم ولحقونا وأصبحوا الآن يأخذون أدوارنا. أنا بكون سعيد جدا لما بسمع واحد بقول أنا يعني هذا الدور لمحمود أبو غريب، لكن أنا بيسعدني إني ألعبه. بكون سعيد جدا. مش بتنكر، لا والله بكون سعيد، لأني أنا مرت في نفس الفترة اللي هو مر فيها. أيوة، بس يلزموا تضحية. في فنانين كتير بيعتقدوا انه عمل تنين تلاتة وصلوا. انا بقول لا، اكيد لا طبعا. يا ابني احنا من 68 28 سنة واحنا من كافح حتى وصلنا ما وصلنا اليه، فما تتوقع انك خلال سنة او سنتين او ثلاثة انك تصل. لا، بدك جهد وبدك صبر. كل اللي بدعوه انا انه يصبروا، ولو انه
جاءوا في وقت سيء. نعم. يعني الست سنوات اللي مضت هذه نحن مقاطعين من حرب الخليج من التسعين حتى الآن نحن مقاطعين. هذه بتحد طبعا من نشاط هؤلاء الشباب، لأنه لو ظل العمل متصل كما كان في القديم كان الفرص كانت أكثر وأكثر وأكثر. ومع ذلك في منهم ناس صبروا وبدأوا يأخذون أماكن حساسة في الأعمال الأردنية. جميل جدا. أستاذ محمود، من الأعمال الدرامية اللي بتاخذ طابع المودرن واللي اشترك فيها معك فيها مجموعة من الشباب الأردنيين الفنانين الشباب، بتتذكر عمل واحد منهم؟ لأنه أعمالك كثير، فلما بسألك بتتذكر متهيألي إنه أعمال مودرن وشاركك فيها مجموعة من الشباب الأردنيين. في مجموعة من الشباب حلوين وطيبين وكانوا يعني بيحاولوا يمثلوا، لكن احنا كرواد دائما بنوجههم انه ما تمثلش، عيش الشخصيه. نعم. في بعض ابنائي، انا هلا الفنانين كلهم بيقولوا لي بابا على فكره، يعني بعرف انا ابوهم. نعم. ومنهم من يقول شيخ شيخنا. نعم. فانا شيخ الفنانين سنا، وبقدر ما عملت من مرتبة الشيخ فصرت شيخ. نعم. يتقبلون يتقبلون النصيحة. أنا ما يعني لما بشوف واحد بيعمل شغلة باخده على جنب حتى ما أحسسه بشيء من يحرج، يعني ما أحسسه بشيء من الإحراج، بقول له يا بابا كذا 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 كذا. جميل جدا. فهم يتقبلون. يا سيدي، مشهد من عمل كوميدي عربي أردني، أي شيء تختاره؟ والله هو مشهد كوميدي كنت حابب يكون من المسرحيات التي لم تصور. يعني كان المفروض كل مسرحية من المسرحيات التي عرضت في الأعوام الماضية تصور وتحفظ في التلفزيون. نعم. ولكن لا بأس، احنا في مشهد من المسرحيات الأردنية لربيع شهاب. نعم. ربيع عنده نفات يعني على المسرح. ربيع فنان بسليقة على فكرة. نعم. جميل جدا وأداؤه جميل، بس مشكلتنا هنا نحن نحتاج إلى كتاب. نعم. كتاب كوميديا. نعم. كتاب الكوميديا عندنا قلال جدا. لكن ربيع استطاع أن يستحوذ على جانب كبير من الجمهور. بلا شك بلا شك. فيا حبذا لو نشوف مشهد من مسرحياته اللي عرضها أخيرا. ماشي الحال يا سيدي، تفضل. أيوه. طلع الخاتم من قلب الشنطة. أي خاتم؟ الخاتم اللي خطيه من أبو راس كبير، طلعيه. معيش خواتم. أيوه بقلب الشنطة طلعيه. بقولك معيش خواتم. بقولك أيوه بقلب الشنطة، جنب قلم الحمرة على إيدك شمال وأنت فايتة، يلا طلع حط. لا انت انثر، مين هو اللي حكي لك عن الخواتم؟ انا اللي حكي لك. انثر. طب انت بقدر اعرف كل اشي من افكارك؟ اذا بتقدر تعرف كل اشي عني انا بصدقك. فلتيني منه هلا. شفيق. حاضر حاضر. اتفضل. بتفضل. اسوق. ايش؟ شارع الوحدات. ايش؟ انت حاكمة جوزك صح؟ عفوا يا سلام. ابعد يا سميح. آه. سميح الحمد لله احنا ما علينا اشي. ما عليك اشي؟ طب تعال. سميح تعال. سميح تعال. ايش بتعمل؟ شو بعمل؟ بدي اشوف لها وقت. سميح. اي لا من هون زودت. ايه محامي انا مالي. لا حين تحكي والله انت عمم عليك اشي، ولا اخذت الشهاده ولا شيء، جبتها بعراي جبيلك الصحيح يعني. اي لا هيك بمزح رقبتك. انت تمزح رقبتي انت؟ طب روح روح. روح اجلس جليات عن مرطه. ما هو انت المره اللي في البيت؟ حياه الزلمه. اي لا انا الزلمه في البيت. احنا التنين صغار. اسرار ما عادش في اسرار، انما حدث مره وانا بصور مسلسل في العين
اسمه غزوة الليث. أنا أجيد ركوب الخيل إلى حد ما، ولكن كان في أحد المشاهد بتنطلق الخيول إلى مرتفع، فالخيل لما تيجي إلى مرتفع بتسرع، فالحصان اللي كنت راكبه يبدو أنه جفل فانطلق بأقصى سرعته، وكان في شجر عوسج واطي، أحاول أجمحه أحاول أوقفه ما فيش فايدة، انطلق وجفل بشكل رهيب، فكان كل اللي قدرت أعمله إني أنحني وأحضنه، أحضن رقبته، وكان يتعمد يجي تحت أشجار العوسج الواطي عشان يرميني، لكن تسلم ربنا سلم سبحانه وتعالى. العباية تعلقت في شجرة، الحطة والعقالة تعلقوا في شجرة تانية، إلى أن أخذ فرصته في الركض ووقف لحاله، فرجعت في ألم لم ما تخلف من وراي، العقالة بشقة، الحطة بشقة، العباية لبسهم ورجعت، والحمد لله طلعت سليمة. مرة تانية صار عكس الشيء هذا، إنه جابوا الحصان وبدي أطارد فيه، وإذ به قديش ولا بيعرف يمشي ولا بيعرف يتنيل، فبدل ما يمشي لو قدام صار يرجع لورا. هذه بعض الأمور اللي بتحصل معانا في خلال التمثيل، وأنا بقول إنه الفنان يجب أن يكون عنده إلمام بأشياء كثيرة، منها ركوب الخيل، من السباحة، من قيادة السيارة، لأنه أحيانا دور من أدواره بيقتضي هذا الشيء. شكرا أستاذ محمود، إحنا متشكرين جدا لك على هذه الاعترافات اللطيفة وعلى الحلقة كمان، متشكرة جدا لتشريفك، وإن شاء الله أنك نكون ما تقلنا دمنا عليك كثير.